واحد في السبع خويناها جوهر الشغال اللي قشو قاعدين ورقد ورقد أس أو قران فردقي مانتي قلها وكلدة سومال لان وشير قدوامينا هي قدواميها قلها سي عبد الرساق خليف أحمد ايا وزيرك وسارد هرمرين تمالية دواي وهليان سراكيل سرسروكة ترسم وسارد داسي وحاي هركينان قلها ودرس كميسانية دا سند كلابادو كوني يلابي يلاباتن وغو هرين وحا فردقا فريو هالكا سيكا اللي قدواميها قلها وكلدة عبد الرساق خليف أحمد ايه ريال وحا مانتا انا لتشوبه وزيرك يوزر خير وزارة مالية رحدي وزارة مالية وحافيز كما خويناها جوهر الشغال اللي قشو قاعدين ورقد ورقد أس أو قران كو قدوميها وقراها وكيلة جوهر الشغال اللي وشيك يوسو قدمين ميزانية داس تمت كلابكم لما هي لما تنكا ورقد وقران تايمنا قدومية وحافيز كل السعودتين يعني شركي كلها وزيرها الشير نمبر أبني سيديتن أقب صوري سلام في بشغل يترات لو كوبي اللواتن وقرا وزير دوكا السعيي من سانية دستان التلوك كل لبا يلا تركا سادر تلوح عمال كم كروس وقبنا يا من سانية دستان التلوك كل يلا با يلا تركا هذا هو حان ذكر الجيلية إلى أدكر قدر دولتان واجب كينا دستور إلى إن شاء الله تعالى ما دام وقت برو آل عبيل الهي وآيه عيد نسالي وقت وريد يقولها التماطو انتا سيكا دي بوزيركا وزارة ده هرمرين تمالية ده سومال لاندك ترساعد على الشريع ايام مدانياشا قولها وكلا ده فافاهين ديرا ده كسيي ودرس كان ميسانية ده سند كلابا ده كون يلابي يلاباتن يسوغونا وزيركو حسين حكومة ده سومال لان عاشور راه بقولكي واتومنا ايوسو ميسي معيشة ده وسومال لان قده ده مدو ينكو دن بيه كروكع كو يمي وحا اي شرفة إن المانتو تاريخ دو تاي تدبية لباتنك بشلو يتبناد لبادو كوني يكوبية لباتنك ويسو قد بيو قولها وكيلة ميزانية الدولة هي سنة لبادو كوني يلبية لباتنك وواه ميزانية دي كوبية صدناد هي قرن كويشو تاسو ميزانية دي سنة لبادو كوني يكوبية لباتنك كبادن بغول كيبا تدبية تبن قدومي مدن ايال ميزان يدو وحيكا كوبان تاي دخلي يخرش هديان دخلي كو بلابو دخلي ميزان يد الدولة دل حي السنة كالبادة كوني لبيا لباتنكا وحالا في ريا ان بقول كيبا سديد يتدوباتن ان بهال هل تريليون ان بها كون يستيد بقول يو تدوبية كونتن بليون ادو هل تريليون يستيد بقول يو تدوبية كونتن بليون كي من أيام كستم يده وحصو سارك قدومي يمودن أيام وحي ميزانية لبضا كوني لبيا لباتن كو ديري قلين إيسا وحصو سارك وداقها وحصو سارك وكا كوبان حولها بيرها يكلوم إيسيقا وحي ميزانية لو كردي بقول كيبا لبيا طبان لبعشان قدومي قنتادا لغاما مارمان كاسي دا دقيق دا بريس كي يسنكرتا waxaa lagu talagalay san horba uu soo sheegay in laga dhimo cashuurta 110 lixda bilood ee soo socda January ilaa bisha June drop ino day amniga mudan ugu doomiye mudan aya hadan amniga u gudbo waxa mar walba ino mudan amniga sanadkan si gaar ah ayaynu ugu xusnay miisaaniyadda waxaynu mushaharka ciidanka kordhinay 120 islam markaana waxaynu xoojinay tiradiisa iyo tayadiisa iyo sanadiisa mudane gudoomiye mudanayaal miisaaniyadeena sanadka 2022 waa miisaaniyad isu dheelitiran waa miisaaniyad amni waa miisaaniyad adeeg waa miisaaniyad wax soo saar waa miisaaniyad aqoonsi waa miisaaniyad daryeel waxaanu idinka codsanaynaa inaad sida ku ansixisaan dhinaca kale mudanayaasha golaha wakiiladu waxay wasiirka su'aalo kala duwan ka weydiiyeen miisaaniyadda uu golaha horkeenay isagoona su'aalahaasi wasiirku uga jawaabay xildhibaanada magaalada dibadda ee muhiimka ah ee mootii ay ku qoraysanay barigaa ku weynay oo buuxdi ee fudreye sanadka badana maaliyadda wax loogu daray ee sanadka waxa uu ku jiraa
محاسيدي كم شيئاً فهم قيدين لها سؤال شقه دي بي و وحلو لها هي ككريني تكتب بالبراء مستندات بدل وقولي هاتي بكم الرئيوارسحين اكساكتني محاس مكوتش بتاع كردي دي بي و نساني سنة اكساكتني انتباع سنة كمي رسوم بشامل ككريني هو هاي دي بي و تكتب بالبراء waxaan rabiyeynaa komitiyo arin ku saabsan inta badan dadku ayaa ugu jahwareeray lacagtaas meesha ay aado walaalka profitinka inay ka mid tahay meelaha dadku ka soo galo tusaale ahaan imika qofka waxa laga qaadaa 1400 waxaan u booqanay anagoo ku sida arrimaha bulshada ah miyay yaala ilaha dakhliga ee saxaro dadkii miyaa ka wada socotaan idinkii wasaaradda caafimaadku oo lacagtaas waxay ku dhacdaa akoonka wasaaradda maaliyadda arrinka ku saabsan airportka burco waa run airportkaas muddo badan ayuu qabyay naga waana airport runtii muhiima waa inuu baahanahay inuu samaysano madaxweynuhu wuxuu la kulmay qolada imaaraadka Abu Dhabi Development Fund ee inoo samaynaysa wadada waxaa ku jiray heshiiskeenii in airport la inoo sameeyo wadda iyo airport baa ku jiray marka airportkii wuxuu kala hadlay inay nooga dhigaan ka burco waxa dibadna markaa lagu heshiiyey in shirkadda sameynaysa imika wadada in loo xilsaaro inay sameyso feasibility study amba daraasad inay sameyso daraasadaas wixii ka soo baxa marka in hay-adda Abu Dhabi Development Fund inay fund gareyso airportka si ay noogu sameyso marka imika line-kaas soo haysta xageebay martaa lacagta COVID 19 laga qaado dadka lacagta waxaa gacanta ku haysa wasaaradda caafimaadka waan iska aragnay xisaab bay leedahay shin walo soo gala iyo shin walo baxaba way qoran yihiin laakiin wasaaradda maaliyadda ma soo gaadho lacagtaasi waxa maamusha wasaaradda caafimaadka sanadka soo socda 2022 miisaaniyadda waxaanu ku daray horta miisaaniyadda ka lacagtaas waxay soo mari doontaa wasaaradda maaliyadda sida caadiga ahayd laakiin wali waxa lagu isticmaali doonaa sidii loola tacaali lahaa cidda dhibaatadu ka soo gaadho xanuunka COVID-19 ujeeddadeedu waxay noqonaysaa sidii loola tacaali lahayn oo aan dhaqaale ugu heli lahayn cudurkan COVID-19 oo weli dajooga waa sanduuq gaar ayaa lagu sameeyey oo ay ku dhici doonta arrinka ku saabsan waxaynu ka helo DP World DP World waxaynu ka helaa waa saddex lacagayo kuwa dadban marka la iska reebo waa kiro barxadda oo sanadkii 5 milyan miisaaniyadu way ku jirtaa iyo wixii la qabto 110 miisaaniyadu way ku jirtaa iyo macaashka 450 iyo macaashka 450 marka maadaama wali aynu cusubnahay wali qaybta macaashka wali maynaan helin laakiin marka xisaabta la xilo ugu horreysa ee macaashnu inkoo dhismi dikadu ku jirtaa hadii jeer wa garanaysaan meel kasta maalgashiba inta hore sanadada hore lagama macaasho laakiin waynu xisaabsan tahay إبراهيم شوكر سي بي تي في هرقيسة